تشوف بلي هذا حيزيد عليك المسؤولية خاصة يعني كله يعلق عليك الأعمال؟ شوف الحمد لله ربي وفقني في ماتش تاع الثورة. أنا توجور في لي زونطريمون نخدم سيريو، ميم سي فري هاد العام كان موسم صعيب عليا بزاف، باسكو كي تشوف لالي بريس كاع ما لعبتوش، كنت مبليسي وليت في وقت اللي كانت ليكيب شويه كانت ماهيش مليحه، كانت في ظروف ماهيش مليحه. فهاديك لا بيريود كانت صعيبه عليا بزاف، ميم باش نكمل العام كان لازم عليا لي ماتش. الحمد لله انا ماتش بار ماتش راني يعني نجي في المستوى تاعي. دوك انا باش نقول لك راح يكون عليا ضغط ولا اي لاعب راح يلعب هذه المقابله راح يكون عليه ضغط، ماشي اكس ولا ايغراك. دوك احنا كلاعبين راح نضحيو على جال ليكولر اللي رانا لجال ليكولر تاع الفريق تاعنا، سي نورمال مادام رانا في الفريق هذا انا راح نمدو كاع افو، ماشي اكس ولا ايغراك اللي راح. وبور مو انايا شغل واش نقول لك، راح نمد افو باسكو مادام راني في اليسما توجور راني نخدم اني هنا باش نكون احسن في كل مقابله ان شاء الله. بون شنو نقول لك، لي ماتش يتبدلوا بين لالي والروتور، هادي باش نقولها لك. دوك حنا دوك مع لونترينور هو اللي راح يعطينا كيفاش راح نلعبوا في هذا الماتش. دوك انا كلاعب ما نقدرش نقول لك كيفاش راح تكون، حنا سي فري حنا الحاجه اللاعبين اللي نقدروا زعما راح تكون مفتاح الفوز هي العزيمه تاع اللاعبين، هادي حاجه اللي راح تكون مفروغ منها. دوك حنا مع لونترينور دوك واش راح كيفاش راح مع لي زونطريمون اللي بقاو لنا راح نديروهم، راح ندرسوا كيفاش لعبنا في ماتش لالي وباش نلعبوا ماتش الروتور. دوك ان شاء الله حنا كلاعبين راح نكونوا بعزيمه تاعنا وبالتعليمات تاع المدرب راح نفوزوا بهذه المقابله ان شاء الله. سي بون بون حمزاوي اول شيء اضافه للفريق حاجه مليحه. دوك الفريق تعاقد مع مهاجم اللي نعرفه انا شخصيا اللي لعبت معاه ديجا في منتخب العسكري اللي نعرفه مليح، لاعب عنده امكانيات كبيره اللي يقدر يعاون الفريق، هذه حاجه مليحه. وحاجه ثانيه هو مهاجم، اي فريق راح يكون فيه مهاجمين وراح تكون فيه راح تكون كاينه لا كونكورونس. دوك ماذا بيا انا يكون عندي مهاجم راح يخليني نخدم كثر باش نزيد نطلع في المستوى تاعي، وراح نكون بيان كونسونطري في كاع لي زونطريمون في كاع لي ماتش تاعي. هذه حاجه مليحه كي يكون عندك ان اتاكون كونكورون تاعك، راح يكون عندك دافع اللي راح تالق انت باش المستوى تاعك يطلع. اش نقول لك، ربي يوفقه ان شاء الله، وانسان هو الانسان اللي يستاهل الخير ان شاء الله، ربي يعطيه كما نقولوا يعطيه القدره باش يزيدنا الاضافه ان شاء الله في الفريق ان شاء الله. بون واش نقول لهم، كيما لي سيبورتو اللي نحييهم بالمناسبه، نقول لهم صحه رمضانكم وصحه فطوركم. حاجه الاولى ما راح يفطروا برا، راح يضحيوا على جال الفريق. حنا ثاني كلاعبين ان شاء الله راح نضحيوا على جال الفريق في الميدان، وان شاء الله واش راهم يديروا هما خارج الميدان، حنا ثاني ان شاء الله نكونوا في الميدان، نكونوا قد المسؤوليه هذه اللي راهي عندنا. ان شاء الله نفرحوا حنا كلاعبين كجمهور كفريق كاع، نفرحوا في العائله تاع اتحاد العاصمه راح تفرح ان شاء الله نهار الاربعاء، ونكونوا في المستوى ان شاء الله.